إذا مدت لك الأيادي بالسلام فلا تصافح ولو منحك الذهب، أما إذا فعلت فالغرامة بانتظارك. نعم، هذا هو الحال في قبيلة لوكوماسانا السيراليونية. المصافحة بالأيدي والكفوف كانت تقليداً فريداً متأصلاً لدى السكان في سيراليون، ويعتقد المواطنون هناك أنهم أكثر شعب يتصافح أفراده في بلدان غرب أفريقيا أو حتى في جميع أنحاء أفريقيا. لكن الوضع تبدل الآن، وأجبر السكان على قتل هذه العادة بسبب مرض إيبولا الذي ينتشر من خلال التلامس الجسدي وتبادل سوائل الجسم أو العرق. لذلك اضطر بعض زعماء القبائل هناك لفرض غرامة كبيرة بحق من يقوم بالمصافحة باليدين تبلغ قيمتها نحو 100 دولار، في بلد يصل متوسط الأجر فيه إلى نحو 48 دولاراً في الشهر. لذلك تم استحداث طريقة للمصافحة بالكتف بشرط أن يغطى بالملابس وألا يحدث تلامس مباشر بين المتصافحين لمحاربة تفشي الفيروس والذي قتل أكثر من 6000 شخص في غربي أفريقيا خلال عام 2014 فقط.